إعطاء فسحة للمحكمة الاتحادية لإعادة ترويج لصالح هوشيار. حقيقة لأنه السيد هوشيار مدعوم من قبل السيد مسعود، والسيد مسعود له القرار الأكبر واليد العليا من هذه الناحية. أما مرشحين الاتحاد السليمانية في المحافظة، هناك حقيقة خلافات كبيرة بالنسبة لهذا المنصب، منصب رئاسة الجمهورية. لذلك المنصب الذي أخذ، يعتبرون أخذ من عندهم هذا المنصب من الاتحاد لأنه مقرر الاتحاد، لكنه في هذه الدورة رئاسة الجمهورية أنا أعتقد سوف تكون إلى الحزب الديمقراطي، وسيكون المرشح الأكيد هو السيد هوشيار زيباري، لأنه مدعوم دوليا ومحليا وكرديا، وأيضا لديه مقبولية معينة برغم ما يقال أن هناك فساد. إذا احنا أخذنا بنظر الاعتبار مصطلح الفساد، فالفساد للكل. آخر النصب رئيس الجمهورية هو خلافات سياسية، الخلافات بين الكتل الكردية الحزبين الكرديين، أضافة إلى الخلافات بين الكتل الشيعية أو الأحزاب الشيعية الموجودة حاليا والصراعات الموجودة. فهذا أكيد راح يأثر على تأخر رئيس الجمهورية، وراح يزيد الخلافات. خاف هي كانت خلافات بسيطة، هسه على هذا التأخر راح يزيد الخلافات، وقد ما تتأخر راح يزيد بعد أكثر. في هذا الجانب له تأثير كبير وتأثير سلبي على مجريات البلد وأمور البلد بشكلها العام ومعطيات العمل، الموضوع الاقتصادي، تصريف أمور البلد، الميزانية، الاستحقاقات الأخرى، هذه أكيد مجمدة يعني لحد الآن ولا يمكن بدلها، وهذه يعني تنعكس بشكل سلبي جدا على وضع البلد بشكل العام يعني، وإلها تأثير يعني لا يقبله الشارع يعني في هذا. ولذلك يعني نتمنى يعني على من يهمه الأمر في هذا الجانب أن يبت بشكل سريع.